بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ ذي بدء نحيي في خاوتي وفي بياتي وفي وليداتي هذا الروح الوطنية اللي خلاتهم اليوم كباقي الشعب الجزائري المخلص يدير هذه المسيرة. وانطلقنا من قاعة محمد بن حمروش المجاهد إلى مقبرة الشهداء ليس عبثا في بلدي الزرحان. انطلقنا من عند مجاهد وانتهينا عند الشهداء باش نقولوا بياتنا بكري. احنا مانا جايبين بدعة والله جايبين خرافة. احنا جينا لان بياتنا بكري اعطاوا العهد لجيش التحرير الوطني، والجيش الوطني الشعبي هو سليل امتداد لجيش التحرير. احنا نضنا اليوم ثاني نساندوا ما ساندوا بياتنا وليس عبثا. وكي نقولوا الجيش والشعب نسمع فيها قبل وليداتي من 22 فبراير وهو الشعب الجزائري ردت فيها الجيش الشعب خوا يلزم اول شيء نعرفه ما هو حق الخو على خيو، حق الخو على خو انه ينصروا، حق الخو على خو يساندوا، حق الخو على خو يشجعوا، حق الخو على خو يحميه، حق الخو على خو ينصحوا، حق الخو على خو ينصروا. واحنا اليوم نساند الجيش الوطني الشعبي لأننا نادينا بها، وهذا ميثاق باش يوم القيامة ربي ما يقولناش تقولون ما لا تفعلون. لا نقولوا يا ربي نقول، قلنا الجيش الشعب خوا وفعلناها يا ربي. اليوم نساندوا في قرارات جيش الشعب الوطني ونقولوا لا للتدخل الأجنبي. ماناش محتاجين كافر دا يدخل في شؤوننا، ماناش محتاجين باطلي بالأمس القريب عذب بوياتكم وانتهك حراماتكم وكلاء أموالكم ويجي اليوم نقولوا النجدة النجدة. احنا نقول أكرمكم الله وحاشد البقاء والملائكين على والديك، ماناش محتاجينك أصلا. دير خيرك في روحك، وكل شعبك، قوم زاستك وهني من روحك. وجايين نقولوا باللي نعم احنا مع الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر سننتخب والجزائر سننتخب. ومانا جاي نقولوا لوليداتنا رانا ندعوكم، الدعوة هذه راها فاتت بكري. رانا جاي نقول لهم رانا نستنفروا فيكم وانفروا خفافا وثقالا. هذه قالها ربي علاه؟ من اجل الجزائر الحره، من اجل جزائر الغد. وانت حر في اختيارك، المهم انك تحطم قرار الاتحاد الاوروبي، تحطم هذه الحركه، تحطم هذا الزواف، تحطم هذه الباطليه اللي يقولوا لا للانتخابات. بارك الله فيك. انتخب وخارجين باستنفار ماهيش بدعوه. وانفروا خفافا وثقالا. العاثر، العايب، الزحاف، الاعمى، القاوي، المستطيع، قاع ننفروا. بلدية صدرحال كلها بلدية صدرحال تنتخب، بلدية صدرحال تقول بأعلى صوت نبحوا لا للتدخل الأجنبي ولو كان على أجسامنا. بلدية صدرحال تقول ندعم الجيش الوطني الشعبي في الصغيرة وفي الكبيرة، ونحن مع القيادات تاعو ومع قراراته. والمجد والخلود الشهداء الأبرار، وتحية الجزائر، وعشتوا دائما رافعين راس السماء. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك.